صباحكم الخير. اليوم الاثنين 20 آب أغسطس. اليوم القمر مرافقنا من برج ناري برج القوس، والشمس طبعا موجودة برج الأسد. أجواء حلوة كتير للأبراج النارية، القوس، الأسد، وأيضا لمواليد برج الحمل. كيف رح بيكون نهارنا؟ منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم هو من الأيام الرائعة، بداية أسبوع ممتازة. نمبارح منطلق بقوة مولود برج الحمل. الظروف والحظوظ دسمة غنية جدا. الأعمال الصعبة منا صعبة، بالعكس كل شيء بينحل معك اليوم. الأكثر حظا 17 و18 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. مولود برج الثور، الجو اليوم كله في عتب على مسايرة، على مجاملة، وأكثر شيء هن الناس اللي من حولك، إن كانت العائلة، إن كان الأولاد، وحتى لما بتكون بعدك بالبيت ومكركة بأمورك بتحس إنه كترت عليك المتطلبات، سواء كانت من الناس، ملفات، وراء، دوسيه، كوبيات، كل هالنوع. اليوم نهار شوي طويل وشوي بيعذبك، بمعنى انه في كتير شغل، لكن هالشغل منه شغل جسدي صعب، بالعكس يمكن ملاحقه امور اكثر من غير اكثر شيء. مثلا الاكثر حظا 10-11 ايار مايو. بنتقل لبرج الجوزاء. انتبه مولود برج الجوزاء من الاسلوب يلي انت نوعا ما بتمشي فيه اليوم. يمكن من امبارح مش ظابط الجو، ومزاجك منه كتير رايق، صار في كلمة يمكن انحكت منا كتير على ذوقك، الجو متقلب شوي، لكن عندك طاقة كتير كبيرة مولود برج الجوزاء، وظفها بطريقة صحيحة لحتى لقائك، اجتماعك، كلامك، مفاوضاتك، امتحاناتك تكون ناجحة وتعود عليك بالفائدة مش بالضرر. 4-5-6 حزيران يونيو الأكثر حظا. بنتقل لبرج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان اليوم نهار بيشبه مبارح. إذا كنت عم تشتغل مبارح أو كان في عندك مسؤوليات أو أعمال، اليوم الجو مكمل نفس الشيء. ليش؟ وكأنه مبارح ما خلص شغلك، وكأنه اليوم في شغل إضافي أو نفس الشغلة بعد ما خلصت. الخبر أنه بكرة رح تصعب شوي الأمور، وبالتالي حلو من اليوم مولود برج السرطان تخلص شغلك على بكير، وتحاول اليوم مولود برج السرطان أنه ما تترك ذيول أو أمور صعبة لبكرة. إذا في اتصال اتصل اليوم، يوم الجو بيساعدك. بكرة يمكن ما يفهموا عليك، يمكن ما يستوعبوك، اليوم في استيعاب لألك وفي تفهم لألك. الأكثر حظا 8-9 تموز يوليو. بكمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد هيدا نهار ممتاز، من أكثر الأيام حظا، ويمكن حتى من الأيام الأكثر حظا، مش بس بشهر آب أغسطس، يمكن حتى من أول السنة لهلأ، لأنه أول شيء الشمس ببرجك معناتها شيء كتير مهم، من الأشهر الممتازة شهر آب أغسطس، ولما بياخد نهار منه في زوم نهار جيد معناتها سوبر سوبر ممتاز. إذا اليوم هو من الأيام الأكثر حظا فعلا، قوي قلبك طلب وتمنى. تبقى المواليد اللي بعتبرها فعلا عندها حظوظ مهمة هي 8-9 آب أغسطس. بكمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء اليوم نهار بتحسه أنه بيقلك نفسيتك هي اللي متعبتك، يا أما هاجس معين، يا أما تعبين شوي زيادة، يا أما بتحس أنه حدا من أفراد العائلة هو عبء صار عليك، تحس بدك تبعد شوي لترتاح لتاخد نفس. الجو متقلب، انت بحاجة لاهتمام كتير، بحاجة مين يغنجك يهتم فيك، حساس شوي زيادة عن اللزوم، وبالتالي اذا هيدا النهار بتبعد فيه عن مسببات الزعل والانزعاج والتوتر بتعمل كتير منيح. تبقى المواليد الاكثر تعبا 8-9 ايلول سبتمبر. كمل مع برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان نهار بعتبره مهم، لأنه هيدا نهار بيوصل الطاقة الموجودة بهيدا نهار، بتوصل مولود برج الميزان إلى خط النهاية، إلى الهدف، بتمشيك على السكة اللي أنت حاططها قدامك. الجو اليوم جيد جدا لمولود برج الميزان، بخليك يكون شخص واضح بكلامه، قدير بتصرفاته، وفعلا شخص الواحد بيقدر يتكل عليه ليسهل اعماله. نهار ممتاز للامتحانات ولكل انواع التواصل مع الاخرين بسبب هالافكار الواضحه
تماما مش شفافه يلي عندك اياها. 6 7 8 اكتوبر فعلا الاكثر حظا، لانه كوكب الزهره عندكم فينوس كوكب الحظ. بكمل مع برج العقرب. بالنسبه لبرج العقرب هيدا انهار، طبعا انت واصل من امبارح، من اول امبارح والقمر كان ببرجك، معناتها في قرار، في شيء جديد انطلقت فيه. اليوم القمر ببيت الثاني يلي هو بيت الانجاز، بيت الـ 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 الربح، المكاسب، ويمكن التقييم لك. ففي احتمال كثير عند مولود برج العقرب اليوم يا يمرق بظرف بلحظه امتحان، يا اما فعلا بتاخذ نتيجه بتكون انت ربحان. فخليك قوي وماشي بالطريق الصحيح. 8 9 نوفمبر فعلا هو الاكثر حظا، لانه كوكب المشتري مره كل 12 سنه بيكون عندك، وهلا عم بيحمل لك الحظ الدسم جدا جدا جدا. 8 و9 نوفمبر. بكمل مع برج القوس. بالنسبه لبرج القوس اليوم القمر ببرجك، لانه شهر اب شهر ممتاز بالنسبه لك، الشمس موجوده ببرج الاسد الناري، فيني اقول انه من اول السنه لهلا يمكن مره يومين حلوين بشهر نيسان بأبريل، وهلا هي المره الثانيه امبارح واليوم من الايام الاكثر حظا، لانه يبدو وكانه في شيء يتبلور، يبدو وكانه في امور بتزبط عندك مولود برج القوس، وبتقرر انك تنهي امور وتغير وتشيل وتحط امور جذريه كبيره. فحضر حالك. الاوفر حظا 19 20 21 ديسمبر، مع انكم كلكم مواليد برج القوس محظوظين اليوم. كمل مع برج الجدي. بالنسبه لبرج الجدي اليوم نهار مثل امبارح، ما راح يعطيك حقك، بياخذ منك، بتعبك، بيحطك امام الامر الواقع، وبتلاقي حالك انه كورنر بالزاويه، ما عم تقدر تتحرك. الجو اليوم انتبه من الاغلاط والمخالفات القانونيه وغيرها، فتح عينيك ودينك كثير منيح، بعد عن اتخاذ قرارات، واذا بتقدر تاجل لبكره او لثلاث ايام اللي جاي بيكون احسن. اليوم نهار بخيب الامل، كون حذر جدا جدا. اليوم 18 و19 كانون 2 يناير. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو، خليني من الاخر اقول، بكره ما بيناسبك، عم بحكي فلكيا من نوعيه الوقت. اليوم نوعيه الوقت بتساهم معك، بتتفهمك، بتدعمك، بتستوعبك، بتستوعب اخطائك، بتستوعب الانرجي الطاقه اللي عندك اياها يلي هي شوي مكهربه بهالاونه من الزمن. بكره ماشي ماشي، ما حدا قاريك، وبالعكس حتى بيزيحوك بيدفشوك شوي. الجو اليوم اذا بيساعد مولود برج الدلو، ومطلوب من برج الدلو اليوم يشتغل على اموره، والا بده ينطر للجمعه او السبت. فلحقوا حالكم. الاكثر توترا 31 كانون الثاني يناير و1 شباط فبراير. بنتقل لبرج الحوت. مولود برج الحوت اليوم نهار طويل، بتحس حالك انت امام مسؤوليه، مطلوب منك انك توضح، انك تقدم نتيجه، يمكن يكون عندك اطروحه، يمكن يكون عندك فحص، امتحان، يمكن يكون في عندك مساءله لملفات، لاوراق، لاخطاء انعملت. اليوم نهار صعب شوي عند مولود برج الحوت، بدك تقوي قلبك، بدك تكون شريء، بيكون معك كل الاوراق القانونيه، وبدك تكون مدعوم، بمعنى انه مدعوم باثباتات لاي خطا او لاي ملف عندك. بعض مواليد برج الحوت بيكون هالشيء له علاقه بشغل، كانك عم بتغير شغل، او يمكن يكون في مقابله، او يمكن يكون احد الوالدين. الاكثر حظا 6 7 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبه لمولود اليوم، هيدي السنه بعتبرها سنه حلوه كثير، لانه هيدي السنه يمكن تفتح قدامك باب 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 جديد. باب جديد هو لتدخل لحياتك تنوع كتير كبير، سواء كان بحياتك الخاصة، الشخصية، العاطفية، العائلية، في مفاجآت سارة، وفي احتمال أنه مهنياً يكون في عندك أخبار مهمة جداً. أيلول، سبتمبر، أكتوبر، ديسمبر، وأبريل هن أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي.